يبدأ فيلمنا بالغوريلا دي، واللي عندها مرض جلدي بيخلي لون جسمها أبيض، بس كان شبح في نفسه، تحسه جاي من المصيف. والراجل ده صاحبه وهو اللي مربيه. تربية زبالة. نرجع لموضوعنا، صاحبه مديله إيده عشان يسلم عليه بس عمله. ما علينا، نكمل. المهم الغوريلا دي كان أبوها وأمها اتقتلوا على إيد بشر، بس هي ما كرهتش البشر وسلمت عليه. بعدها بيومين ديفيس جه جري، لأن الحارس قاله إن في حاجة غريبة بتحصل. ولما ديفيس راح المكان يشوف فيه إيه، لقى الدب الكبير مقتول، فاستغرب جدا وقال مين اللي قتله، ده كان مسالم. راح يبص على الغوريلا لقاها قاعدة بترتعش، فبيقول لها اطلعي. فالغوريلا طلعت له وهي خايفة، بس لما طلعت ديفيس هو اللي خاف لأن لقى حجمها زاد 4 أضعاف. ديفيس فضل يسيسه لحد ما خده وحبسه في الحجز، وفي خلال ال 24 ساعة اللي اتحبست فيها زادت طولها 2 متر ووزنها زاد 150 كيلو، وبعدها بيوم كمان زاد 3 متر وزادت 225 كيلو. وديفيس بيفكر هي وصلت للحجم ده ازاي، والسبب ان كان في جهاز واقع في السماء، وساعتها الغوريلا دي راحت هناك عشان تشوف ده ايه، ولما لمسته طلع غاز ريحته غريبه جدا. ديفيس خد الجهاز وراح الشركه يسال العمال، لقى واحده من علماء الجينات بتقوله ان الجهاز ده كان غرضه تجارب، وقالت له انه كان معمول في مركبه فضائيه، والجهاز ده بيساعدهم في التحكم في جين الحيوانات، وانهم من خلال ابلكيشن صغير يقدروا يعملوا دمج بين الحوت والخنفسه والجراد والنمور وحيوانات تانية كتير. ومن يومين لقوا فار كبير من اللي كانوا بيعملوا عليه تجارب، كسر المركبة الفضائية بحجمه الكبير ووقع 3 من الأجهزة دولت على كوكب الأرض. واحد من الأجهزة دي هو اللي وقع على الأرض وعمل فيه كده. وفي نص الكلام لقت الغوريلا عمالة بتخبط وبتزعق، وقدر يكسر الحجز اللي هو فيه وهرب منه وطلع بيجري في حركة عشوائية. هو بيجري خبط في الحيطة كسرها، وفي خلال ثواني كانت الغوريلا طلعت الشارع وفزعت كل الناس اللي ماشيين، بس الشرطة اتحركت بسرعة وبعت الطيارة وبدأوا يضربوا عليه حقن مخدرة في جسمه لحد ما الغوريلا اتخدرت خالص ونامت. وهنا الحكومة خدتهم وخدت الغوريلا وركبوا طيارة وقالوا لهم لازم نشوف حتة بعيدة عن البشر عشان الغوريلا دي وجودها خطر وسطينا. وقال له الضابط ان الحالة دي مش مقتصرة على الغوريلا بس، في ديب كبير طوله 7 متر ظهر في المدينة وأكل فرقة كاملة من فرق القوات الخاصة، بالرغم ان القوات بتاعتنا كانت مسلحة، وكمان الطيارة اللي كانت بتضرب عليه نار نط عليها وكسرها. ولسه بيكمل كلامه بس صاحبنا ده وقفه وقال له انت مش حاسس ان الطيارة بتتحرك؟ ولما راحوا يشوفوا الطيارة بتتهز ليه، لقوا الغوريلا ابتدت تفوق من البنج اللي كانت واخداه. وديفيز لما شافه قال احنا خلاص هنسلم على الشهداء. بالفعل بدأت الغوريلا تكسر في الحديد ويجي لها حالة هياج لحد ما قدر انه يخرج من القفص. طبعا انتوا شايفين الارتفاع اللي الطيارة فيه، والغوريلا عمالة بتكسر في الطيارة، وبدأ كل الحراس يضربوا عليه نار لكنه قتلهم، ومحركات الطيارة ابتدت تولع وخلاص الطيارة هتقع. في الوقت ده كانت الطيارة اتفتحت والهواء ابتدى يخش جوه، ومن هنا العالمة لبست الباراشوت ونطت، وديفيز هو كمان خد الحارس اللي معاه ولبسوا الباراشوت ونطوا. وبكده هما هربوا واللي فضلت في الطيارة لغاية ما وقعت هي الغوريلا. وديفيز لما نزل يبص على الطيارة اكتشف ان جثة الغوريلا مش موجودة، ده معناه ان هي لسه عايشة. وبكده اتأكد ان صديقه هرب وماماتش. وديفيز والعالمة اللي معاه راحوا تاني يوم منشئة عسكرية، ولما وصلوا هناك سألوا القائد هتعملوا ايه مع الحيوانات، قال لهم الحيوانات دي قوية جدا فلازم نستخدم معاها القوة. وبيبصوا على الكاميرات لقوا الغوريلا والديب اتجمعوا هما الاتنين مع بعض وبيجروا بسرعة. العالمة قالت لهم ان الاجهزة اللي فيها الجينات ديت مزودة بخاصية الخفافيش، وديت بتتتبع الاصوات، ان اي صوت عالي من اي حتة بيجذبه. بعد ما خلص الكلام ديفيز خد العالمة ونزل بيها تحت وقال لها احنا لازم نروح شركة البحوث ديت، اكيد هنلاقي هناك دواء او علاج. وهنا ديف سرق طيارة وطار بيها، واول ما وصلوا لقوا الاوضاع هناك خطيرة جدا، والديب والغوريلا بيكسروا في اي حاجة واي منشأة قدامهم، اللي بينط يشقط طيارة هليكوبتر، واللي بيدوس على العربيات، واللي بيحدف في المكن، والجيش فشل يعمل حاجة معاهم لحد ما طلع التمساح العملاق ده من المية، والحيوان ده حجمه 10 أضعاف الحيوانات التانية، بيدمر ويكسر اي حاجة تيجي قصاده، كل خطوة بيخطيها على الارض بتعمل زلزال حرفيا، ويفتح بقه يبلع طيارات ومعدات حربية. هما الاتنين كانوا مستغربين اللي بيشوفوه جدا، ونزلوا من الطيارة جري ودخلوا الشركة وقدروا يوصلوا للدواء، بس للأسف جات الخنزيرة ديت وطلبت منهم يسيبوا الدواء، ولما رفضوا ضربتهم بالنار وخدت الأساسة دي معاها عشان يركبوا الطيارة ويهربوا. وفي الوقت ده كان التمساح بيتسلق العمارة، وده لأنه انجذب لصوت الطيارة. لسه الست دي بتهددها لو مركبتيش هضربك بالنار. كانت الغوريلا طالعة جري بسرعة، وعشان هي غوريلا مخدتش 5 ثواني وكانت طلعت فوق العمارة وزعقت فيهم بصوت عالي وخدت الطيارة كسرتها وقعدت تكسر في المحرك. في الوقت ده كان ديفيس خد العالمة وأنقذها وهي بتقول له صاحبة الشركة هتقتلنا. في اللحظة دي هو نادى للغوريلا بصوت عالي، والعالمة شدت منها المسدس ولسه بتقاوم لقت نفسها بين إيدين الغوريلا، وفي ثواني كانت البنت دي بتسلم على الشهداء. وما بين كل الأحداث ديت كان لسه التمساح في الدور التالت غلبان طلع بعد ما الحوار خلص. المهم ديفيس جاري راح ركب الطيارة ودورها وركب فيها البنت اللي معاه، والتمساح كان قرب جدا منهم ولسه بيدور المحرك عشان يطير. كان التمساح فتح بقه وهيشقطه بس طار، والمبنى بالكامل انهار على الغوريلا والتمساح. من كتر التراب اللي بقى حوالين الطيارة، الطيارة وقعت وطلعوا منها،
وديفيز أول ما نزل وشاف الغوريلا عمل لها الحركة الشهيرة بتاعته، لقاها بتتجاوب معاه وبتبتسم له، فعرف إن الدواء جاب نتيجة وإن هي افتكرت خلاص إن هو صاحبها. بس كان الحيوانات التانية قامت، ومن هنا بقى تبدأ الحرب بينهم. وديفيز خد السلاح بتاعه وراح يحارب مع الغوريلا، وقال للبنت اللي معاه خليك انت هنا وما تتحركيش. خد بالك انت لسه ما حطيتش لايك لغايه دلوقتي وانا ساكت، ها اعمل لايك بقى ماشي. المهم لو التمساح بيتحرك ناحيه الغوريلا وعايز يهاجمها، بس الغوريلا كانت ذكيه جدا، مسكت كوبري ورزعته في وشه، والتمساح وقع على الارض. ولسه الغوريلا بتيجي تلف لقت الديب الكبير هجم عليها، الغوريلا راحت ماسكه من رقبته ولفاه في الهواء وراحت رميها، بس اكتشفت انه بيطير وما اتخبطش في العماره زي ما هي كانت فاكره. في اللحظه ديت رجع تاني الغوريلا وعضها من ظهرها، وديفيز قلق جدا لما لقى التمساح ابتدى يفوق، راح ضرب الديب بالطلقه. الديب اتعصب وساب الغوريلا وجاي عشان يعضه، ولقى نفسه عض التمساح بالغلط وما عرفش يفلت من عضه التمساح لانها كانت قويه جدا، والتمساح فضل عضه لغايه اما قطع له رقبته وبلعها تماما. وبكده ديفيز والغوريلا ما بقاش قدامه غير التمساح بس، وفضل يضرب عليها نار بس مش جايب نتيجه معاها، فقرر انه يهرب. بس طبعا هيهرب ازاي وسط الانقاض والحاجات المتكسره؟ وقف لما رجله وجعته وبيبص وراه لقى الغوريلا جايه وضربت التمساح. ايوه كانت ماسكه عربيتين نص نقل بتسقف فيهم على وشه. الغوريلا هربت والتمساح جري وراها، وديفيز بيحاول يساعد صاحبه الغوريلا باي حاجه لان عارف ان التمساح كبير جدا، وبيضرب عليها نار بس مش جايب نتيجه معاها، ورفع ديله عشان يضرب ديفيز بس الغوريلا خدتها مكانه، والغوريلا اتخبطت في سيخ حديد دخل اخترق صدرها. طبعا الاصابه دي كانت خطيره جدا، وديفيز اول ما شافه اتفزع، والغوريلا طلعت تجري لما التمساح راح ناحيتها، بس التمساح مسكها ورزعها على الارض ولسه عايز يفترسه، بس ديفيز ما استحملش يشوف صاحب عمره بيتقتل قصاده وقرر انه ينقذه، وطلع جري على الطياره، واول ما وصل وركب الطياره ابتدى يضرب عليه نار، ولان النار ما بتجيبش نتيجه ابتدى يضرب صواريخ، وبيضرب الصواريخ بكميه كبيره جدا، وافتكر ان التمساح كده مات وابتدى ينزل من الطياره، لكن المفاجاه التمساح طلع له من وسط الدخان وكان عايز ياكله. لسه يفترس ولقى الغوريلا بتجري من فوق وماسكه السيخ اللي دخل في قلبها وراحت غرزها في عينه، وهنا كان التمساح مات بجد لان السيخ اخترق عينه واخترق دماغه. بعدها الغوريلا وقع على جنبه وما كانش قادر يقف، وديفيز بيبص له حزين جدا وفكره مات، ولسه بيمشي يلاقي ايده بتتحرك، فبيقول له اصلا انت بتشتغلني، انت مغمض عينك عامل نفسك ميت صح؟ فعمل له بصباعه كده فتاكد ان هو كويس. وبعدها الغوريلا راحت عشان تنقذ الناس اللي في المباني والادوار العاليه. وبس كده الفيلم خلص. لو عايز ترشح فيلم معين اكتبه تحت في الكومنت وانا هعمله في خلال يومين. سلام.